راني صغار بنات ورجال كلشي شاد الدخان كلشي باغي تكيف كلشي باغي يقدر راس ومتي الشعب 2012 البلية اش وقع المجتمع اليوم واش كلشي ولا عامر بالهموم تلاو الحلول وما بقات تتبان غير البلية يا الطريق وسط البحور اش هالثقافة اللي تشدات بالمقلوب والدخان ولا مسيطر على العقول خرجت السنقة وتنشوف هنا مستوى وصلنا ليه شي ساهي شي تال شي لبس نسي قلب خصو يتكيب باش يرد الراس غادي يضحك مع الناس حتى تقطع تيرجع مثلول يبيع اي حاجة كانت يمد يديه للشمايل غير يتفكر جاي عاي يدير فيها راجل حالة حالة ومجتمع مازال ما بغا يعرف بلي هذا أسهل انتحار ممكن يديرو الإنسان بلي حرقات العقور رجعتنا بحال الكور بالعماد الكبير يموت اش هاد العيون اللي ولا المجتمع بها تيشوف عيون تتبكي بالدموع وقلوب عمرات بالهموم المجتمع بدا تيموت وبدات كتار سكنو العقول لازم نبدلو الأسلوب ونوعيو اللي مازال ما قاسهم الفيروس ملي تلقى بنات تاهي التعداد تنتسائل فينهم العادات والوالدين اللي ولدو ربو خاصنا نرجعو النفوس قبل ما نلقاو راسنا تلعبو مع الموت وممكن نودعو الكون والعمر اللي عطانا مول الكون مازال عندهم يقول واش هادي موضة دايزة ولا دايمة ولا يمكن بنادم اللي متجبت بيها داكشي علاش كاع ما بغات تكون فايتة ممنوع التدخين وشحال من واحد تيبغي وشي تيقرا التدخين تيقتل ومازال تيكمي حتى الاقتصاد ديال اليوم ولا معول عليه مجتمع وصلنا لأدنى المستويات حتى ما نقيم واحد شي في ممرق كلشي مغيب بشراب ولا بالاطفال قشوش الواقع بالالوان بغيت نفهم اش عجبهم بهاد البلا واش حلاوتو اللي كاع ما دايما تترجع مع ليام مرا ولا دري صغير تيعبر بيه على الرجلة ولا تيشوف با قدامو تيكمي وتيبغي يشرب وتيتبلى واخا با يهضر معاه بالليل وبالنهار كاع مغيسمع ليه تيسلك الدخان ديالو عليه وتيوعي فيه اش هاد التناقض اللي وصلنا ليه الا بغينا نبدلو شي ثقافة عاوتاني خصنا نبداو من راسنا عاد نشوفو ناسنا مجتمع ضاق وصلنا لأدنى المستويات تحت ما نقيم واحد كلشي فهمو مبرق كلشي مغيب بشراب ولا بالاطفال فيق وشوفو الواقع بالالوان ما يهمش واش طحتي في الفخ المهم واش طلعتي ولا باقي و تتهضر درا خاوي خدم عقلك وشوف اش وقع جنبك ما تغيبش بشراب ولا الدخان هادشي في الدين راه حرام ولا شنو الفرق بينك وبين الحيوان كل نهار طيحكاو عندك العقل وغادي بين الناس الغيب ما تقوليش من الهموم باغي نهرب باغي الناس تعشي عليه واك هادشي ما كاين غير في الخيال ديالك فيق وشوف القدام غادي تعرف بلي حياتك اللي كنتي رافض اي واحد تقل فيها رجع الدخان تحكم فيها سنين متكاملة شنو استفدتي بيها غير الصحة مشات والفلوس تقادات والناس عليك هربات والسن في عرق السكن هادي هي البلية اللي كنتي تسحبها جنة ودابا جبال لك فيها واش باقي باغيها وصلنا لأدنى المستويات تحت ما نقيم واحد كلشي فهمو مرق كلشي مغيب بشراب ولا بالاطفال فيق وشوفو الواقع بالالوان بغيت نوصل ميساج حتى نشوف تا واحد مبقى عايش كلشي بغا ينتصاح طويت حيت بغيت نقول للناس بلي حنا عايشين علاش ما نعيشوش عيشة مزيانة البلية يمكن تنسيك ساعة ولا ساعتين نهار ولا يومين ولكن من تصحى غادي تلقى كاع ممكن تتسنى ونتي الشعب المغرب الجديد البلية حتى هي فينا في المغرب الجديد ونتي الشعب معاكم 2012 هادي نتمنى يكون المسج وصل مجتمع ضاع ضاع وصل لأدنى المستويات تحت ما نقيم واحد كلشي فهمو مغرق كلشي مغيب بشراب ولا الدخان فيق وشوفو الواقع بالالوان